السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى حيث يقول جل وعلا في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أحبة الإسلام إخوة الإيمان نريد في هذا اليوم العظيم المبارك سيد الأسبوع أن نعيش مع آية من كتاب ربنا جل وعلا ألا وهي قوله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور آية تتحدث أمرا جليلا أمرا عظيما متعلق بمبدأ حياتنا ونهايات حياتنا فوق هذه الأرض
ومن ثم بداية حياة أخرى لا نهاية لها. هكذا يصور القرآن وهو كلام ربنا أمرا عجيبا. طالما في حياتنا ننساها كثيرا. يقول جل وعلا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا الكلام هو كلام ربي وربك أخي المسلم أختي المسلمة، كلام يصدر من الله ليعلن حقيقة عظيمة. من أين بدأنا المسار؟ هل كنا شيئا في هذا الوجود؟ هل كنا شيئا معلوما في هذا الكون؟ هل كنا مذكورا في هذه الأرض؟ نعم، يوما ما لا أنا ولا أنت ولا أحدا ممن هم يدبون على هذه الأرض كان موجودا، ولكن هناك إرادة في السماء، إرادة الله وحده هي التي قررت أن نكون هنا لحظة ما من حياتنا، ووجدنا أنفسنا أننا على هذه الأرض بإرادة منه سبحانه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ بدأنا يوما ما وسننتهي يوما ما. بدايتنا لم تكن مادية كما يقول الغربيون أو العلمانيون أو الملحدون، ونهايتنا لن تكون مادية كما تنتهي الأشياء، ولكن بدايتنا كانت بداية ربانية. أراد الله جل وعلا أن يكون هنا إنسان مختلف عن كل الحيوانات وعن كل الكائنات، فيه شيء من الملائكية وفيه شيء من الحيوانية وفيه شيء من النباتية وفيه شيء من الشيطانية. هذا الكائن المختلط العجيب الغريب المركب من كل ذلك، لماذا خلقه الله؟ ماذا يريد منك أيها الإنسان؟ كل هذه الأسئلة الإجابة منها في هذه الآية العظيمة في سورة الملك بعد الآية الأولى، حيث تحدثت الآية الأولى عباد الله عن عظمة خالقنا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. بيده الملك، هو مالك الملك، هو مدبر الأمور، هو الذي يصرف الأمور كيف يشاء، يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، فعال لما يريد. هذا الرب جل وعلا القادر على كل شيء أراد وقضى وقدر ثم فعل، فكانت النتيجة أنا وأنت أيها الإنسان، بدءا من أبينا آدم وأمنا حواء، وما زال الإنسان يأتي ويمشي، وستنتهي الحياة يوما سميت الساعة، اليوم الأخير، اليوم الآخر، يوم القيامة، يومها تنتهي الحياة لنبدأ حياة أخرى عظيمة جدا، حياة الخلود. بعض من هؤلاء يسيرون إلى النار وإلى الأبد والعياذ بالله، وبعض هؤلاء يسيرون إلى الجنة، ويا لها من نعيم مقيم، وإلى الأبد خالدين فيها أبدا. خلود فلا موت، شباب فلا هرم، صحة فلا مرض. هذا الملك الذي لا يبلى سيكون من نعيم أهل الإيمان. تلكم الجنة التي أورستموها. أحبة الإسلام، الذي خلق الموت من قبل
وخلق الموت من بعد، خلق الفناء وحكم على غيره سبحانه أن يفنو كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. البقاء لله وحده سبحانه. ومن هنا قال خلق الموت، أراد أن يفني الخلق أجمعين، علويهم وسفليهم، بشرهم وجنهم، حيواناتهم وغير ذلك من كل الكائنات سيفنون. خلق الموت والحياة. ولكن الله جل وعلا يجيب عن سؤال، لماذا خلق الموت ولماذا خلق الحياة؟ نحن لا نملك أن نطرح هذا السؤال على الله، وهو الله، ولا يستحق أن نطرح عليه مثل هذا السؤال، لأن المؤمن الجاد لا يطرح عليه هذا السؤال، لأنه يعرف أن من مقتضى الألوهية والربوبية والعلوية فعل ما يشاء. ولا الكافر الجاد، لأنه لا يؤمن ذلك، ولكن برحمة منه وهو الحكيم، وهو الذي يعطينا الإجابات المقنعة في بعض الأحيان حتى نقتنع نحن البشر البسطاء، يقول لنا خلق الموت والحياة ليبلوكم. هنا دار اسمها دار الابتلاء، هنا دار الابتلاء، ولسنا في دار الحساب. اليوم عباد الله كل الشهوات موجودة في الشوارع، الدنيا تتزين، المرأة تتزين وتتعطر، المناصب تتزين وتتعطر. لماذا؟ لأجل الامتحان، الاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الامتحان حين ندخل في الفصول ونجلس في الصفوف وتقسم الأسئلة، ويأخذ كل طالب قلمه ويقرأ الأسئلة، ليس الناس سواء، منهم من يصبح excellent ممتاز، ومنهم من يصبح ويجد good جيد جدا، ومنهم من يكون جيد، ومنهم من يكون مقبول، ومنهم من يكون راسبا، ومنهم من يذهب إلى آخر الصفوف ليكون في الدرك الأسفل من الحياة. هكذا الحياة الدينية والدنيوية، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الامتحان، الله جل وعلا حينما تحدث في صوره، في صور القرآن في كتابه، وضع أمامنا قيمة الجنة، قيمة الجنة وما فيها، ثم قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال وسابقوا، سابقوا، وقال وصارعوا، صارعوا، قال جل وعلا سابقوا وصارعوا فليتنافس المتنافسون، بعد أن قال وقل اعملوا. أخي وأختي، أيكم أحسن عملا؟ أيكم أحسن عملا؟ الفضيل بن عياض رحمه الله قال أيكم أحسن، أي أيكم أخلص، أيكم أكثر إخلاصا لله، أيكم أكثر اتباعا لمحمد صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول لنا هنا طريق واحد لا تتعدد الطرق إليه، طريقي هو أن تتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، إن تطيعوه تهتدوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في عبادته وأخلاقه، في معاملاته، في عقائده، في كل شؤون حياته، هو القدوة، لأن الله جل وعلا جمع الخصال كله، الخير كله، في هذا النبي العظيم وفي هذا الرسول العظيم، فلا يوجد قدوة أخرى لنا في هذا الكون. أخي، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ثم انظروا إلى آخر الآية، وهو العزيز الغفور. العزيز غالب على أمره، يفعل ما يشاء، لا معقب لحكمه. من يقول له لما خلقتني
وأنت من حتى تقول خلقك وأراد أن تكون بشرا؟ هذه نعمة، ولكن لن تستطيع أن تطرح عليه هذا السؤال، ولماذا تقتلني في يوم كذا؟ هو الذي قرر وقدر متى يأتي الموت. يأتي الموت وأنت في مقتبل عمرك إن شاء، ويأتي الموت وأنت في مؤخر عمرك إن شاء، ويأتي الموت وأنت في فرحة إن شاء، ويأتي الموت وأنت في حزن إن شاء، ويأتي الموت وأنت في مقتبل الحياة تريد زواجا وتريد منصبا وجاها، يفعل ما يشاء. لا تطرح عليه مثل هذا السؤال، وإلا فأنت كافر في حق الله، أنت ملحد لا تؤمن بالله جل وعلا. ومن هنا يقول: وهو العزيز غالب على أمره يفعل ما يشاء. ولكن حين نعرف قيمتنا ونتواضع، يقول جل: وهو العزيز الغفور. تعود إلى الله فتقبل على الله فيقبل عليك. سبحانه. أخي المسلم، أختي المسلمة، هذه الآية تحتاج منا أن نتأمل فيها، نعيش معها لحظات. خلق الموت والحياة جملة، ليبلوكم جملة أخرى أيكم أحسن عملا جملة ثالثة، وهو العزيز الغفور جملة رابعة. والقرآن ليس كتاب فلسفة، ليس كتاب فلسفة، ليس كتابا باردا نقرأه إن شئنا أو نتركه. هو كتاب يخاطب كينونة الإنسان، يهز العقل هزا ويهز القلوب هزا. ولأجل هذا القرآن، ولأجل تجدير معانيه في النفوس، تحولت الصحابة من لا شيء إلى شيء، من عالم الفناء، من عالم المتخلف إلى عالم التقدم، من عالم التبعية إلى عالم القيادة. أين كان خالد قبل القرآن، وعمر قبل القرآن، وأبو بكر قبل القرآن، وعثمان قبل القرآن؟ أين كان هؤلاء؟ ولكن حين لامس القرآن والوحي والسنة شغاف قلوبهم، تحولوا إلى ما سمعتموه من جيل عجيب. تحرك بعد أن تصححت عقائده، تحرك بعد أن ارتبط بربه، تحرك بعد أن عرف المسار والمصير. بعد كل ذلك سنسمع اليوم عباد الله هذا الجيل العجيب: نريد أن نكون شيئا في الدنيا فلنرتبط بالقرآن، نريد أن نكون شيئا في الآخرة فلنرتبط بالقرآن قراءة وتأملا وتدبرا. وإذا أردنا أن نفهم القرآن فعلينا بالسلف، كيف كانوا يفهمون؟ ومن قبل السلف علينا بسنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، البيان الأساسي للقرآن. القرآن لا نفهمه كما نريد، نفهمه كما فهم الجيل الأول، سلف هذه الأمة. هذا هو الفهم الصحيح المقبول، لأننا نعرف هذه الأيام أن هناك مفاهيم عجيبة، مفاهيم باطنية، أخرى شيعية، ثالثة علمانية، رابعة حداثية، خامسة تأملات باطنية، يتحدثون عن أشياء لم يقل بها رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولم نسمع بها لا من أهل تفاسيرنا المعتبرين في ديننا. تأملوا عباد الله في كتاب الله لتعرفوا حقائق الحياة، حتى نستطيع أن نمشي بأدب، وأن نمشي بتواضع، وأن نمشي كما أراد الله جل وعلا في هذا الكون. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما أقول ما سمعتموه. فاستغفروا الله العظيم لي ولكم ولسائر أهل الموحدين، فاستغفروه إن ربي لغفور رحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله الذي أحيا القلوب بالإيمان، الحمد لله الذي أتم دينه وأكمل علينا نعمته
وأرسل إلينا رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على محمد بن عبد الله النبي الخاتم على آله وصحبه. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة في طاعة ربها بتقوى الله. إخواني أحبتي، إلهي جل وعلا كتابك سقيم غبضا القرآن مركأ مسلمين تا كشرفي بني آدم ككرامي وأسودي بي ملك جبريل عليه السلام ملك جبريل وكسود جي سقو منجم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وحي يطلع قرآن لآخرنا يوم ولا فهمي كرو ولا طبقي كرو إلهي وحي أجي دادت كان إني هلان متود يمنهج أي كنا ولا دان سي أين أنقون داد كليغود وحيسك هلي كرا عقلي الله ما قران كرو ومسكين وحد أكتهين عالم كان إني جيران داد واوين وأقونتم ماشى وقدم بيسك جاري أنت الأوجي هاي، لكن مركا قاركود مركا أؤمتت وحا أي أمسيهين الله يابسي صعب وإسك عابدي ما يقاربا عابدي فرج النساء عورض دمركا صنم يرؤوس ما يستيبو هرفا ريسان والله كدقان وهو توجي مركا وكبحو وماشى وشي بارستا وتقونا وحصو صاري وحوين حد سويدين إسا إنسانكو سدوها أولما يا أغاريا ماشا أغدن بيسا في العقيدة علمي يأدون كان ماشا أغسر ريسا. ولهذا أبو إلهي رحمة دي سقراتي إنو إنسان كان كدين عدلو أو وحي أصودجيو من بلوغي إلا إيا نبي محمد صلى الله عليه وسلم وحيغا متمثل ككوة قرآن كي يصنها وحا أغدن بيو إلهي أصودي بي نبي ويساقو الدورته ومحمد أهو يا قرآنكم رسوح على الربا إن دين تلفهمو لطبقو لغو الدقمو لغو النولادو إلهينا لغو حرمو أنتا ما صورة قريسو إنتا آنان قرن هل كيامان كإيماني هل كيامان كسعنا ماشان نمحان كقبانيا لحدان سنة وفرصو تضباطان سنة وفرصت كنتان وفرصو بقل سنة وفرصو لا تتكرر ما صنع نقنص هذه الفرصة سليما نقف عيدي سنة سورة الملك تبارك آيات يد الله بعد بأي نوفة سرت كل ذلك سياب لويا إلهي عظم ذي سمرك كشيكي وحوراي الذي خلق الموت والحياة الله ومعبودك أبو ري قيري ينلل ليبلوكم سوء إني اتحام اختبار نبلايييو أول إيغو لفيريو أيكم أحسن عملا كين أغو عمل صوبانانيا هو عمل وناكسانانيا إلهي جل وعلا وحوده وهو خالق صدا قرتي وعزيز العزيز وي وانا غفور الغفور وي ودن بدافع وحن سوي ديننا أخي وأختي في الله ولالكي مسلكو أديقو متواضعة ومسكينة وحقيرة وحباهين إلهي كأبو ربيو مهينة بيهم مهينة أديقو مركا لقو قياسة كونك وحباهين هين للكات كسعوتو مركا لقو قياسة مادة أهان وحمتيد إلهي وحقو سيئينو كو ورمو كربكو قاضي وحو إلهي حقه سيئي إنو كو شيغو وحوكو أبوري ما أوغا وحي الله أبوري اللوغا ما ورمين مرودي قواوين إيا دينو صارات كي باب آي إيا حيوان كبضاها كنول ور لمسين هذيكا ورا لغو صادري شرفوي عدنا لغو مدقين ما أوران كريسي آنيغا ما أوغين وحالي أبوري إلهي وحوكو سيئي لبا نور انتونا النور كوين كوسو دجي نور الفطرة فطرة بالغسية وناكسن او الهي او الله اللي مركو نبي آدم أبورا دبر كابيه الكسو صاري ألست بربكم قالوا بلا فطرة دا الهي وهي دون دونيسا ونور
لكن وي بختي ان دكو يدمسونها رواسب تجاهلك بختيسا يكفرك يظلماتك يا مجدك يا بنت يا خيالاتك يا خرافاتك يا بابية نور كلا لغسي عقل لنه او لغو كلا غرت بلا ونرشا هل هل لوغي والله دبكو اوغبا بيو وي قبوجيا بيموال ولو راحيستا انت ولو كرا ولو كب عراشنك الهي مجرو وجرا عقلك بلوغيسا وغران كرا مجرو لا صورت قلما لبدا النور لكن سكنا بين يشبهات بابا بيسا لبدا سفترو لبدا النور او ان كرتي الهي ان حق غرتان سي كامل ايو نور كي وين اسود جي الهي انزلنا اليكم نورا نور بسودك وال متمثل بالوحي وحي حكوم عنيا اديك دنكم معنيا الهي كن حريست الهي مركا و خو دحيا هذه السوره اني اديكو جريم بانكو كاني كونكا مانيتا ان ربنا وكا قاديا سؤاش ماها سيدي كانتي محاس اي كانتي سؤاش وحويه الهي سبحانه وتعالى وكجوابي انكو كاني لكن هدف بانكا لاهي هدف كيكو حديديا وجديد انكو ابوري ليبلوكم ايكم احسن عملا ابتلاوي هل كان والغو ابتحامي امتحان كنا وصعب امتحان فضض معها ما فضض امتحانك كسوغايا وامتحان ادك ما شادوني جوك امتحانك ادقيه اختبارك ادقيه لانه ما شاء الله تغياي مال عادي اماها وجنه قفك كد عنا ما شاء الله عقابه مال عادي اماها وعذاب وعذاب درنوي الهي قران كدن وحو كغه ورمي عذابته ارغغخ بيليده لكن انت اوغو ارغغخ بدن وحو الهي يك بحسن كره انت عذابته انو خريو يو دحيا عذابي عذاب لكن بل افرس ايات القران عليها ملائكه قلاد شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون عليها على النار والعياذ بالله ملائكه فدده قلاد نحريس لهين شداد ادك تبر قادتي سد له عذابه امرك يك قادرين الله لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون الله ساسربا وهل سوى مركا هل كان وحا قربتها لجنه نعمت اودن لدخدغي ومن اعظم نعمها ان الهي اداوني سبحانه الله وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره الله بدركيسا سبحانه اله دن ادركيسا ولا نولانيسا ومن اعظم نعمها راليكايه لا يغضب عليكم عروني ومن نعمها العظيمه وحكمها ان الهي او كغي مشى صدح صدح جلد وكاديكو صدح صدح صرو عمرك لو ايهي قرح انت كو دنيسيو اياد وليغا اد كبوبين اد وليغا دقوبين اد وليغا ديمنين اد وليغا جرو يا عذر يا بوك اد يلني وحا مركو الهي كسيو بو الهي سبحانه كليه ماشا وحا لربا امتحان غينك بعد كان ما لغا بخيا شقه وناسن ما ها شقه وناسن شقل سي سوبيو احسن عملا بلغا بخيا عمل هو سوبن مخو دحاي فضيل والهي او لو برحتو لو برحتو خالص لغا دغ عمل قبلس لا تشركوا معه شيئا سورة الكهف بانيمك آخرينيني كبه قبدي ذا إلهي وحكا قوار رميا التوحيد الخالص ولا يشرك بعبارة بعيد ربه أحدا أحدا مجرته أحد لو شرك يلي إلهي ملا حتى النفس حد النفس غازك ساريسا أخي أختي ولالك يوم مسلم باتاي تاسو ألقو شاي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا دونك قف ان كن الى دمانيه مجرو قالوا ويس حريان في دقوبان ما ليسي تغاني غيري كسو قالوا دمانيان لكن مسلكو قرنيا لكن السؤال وحوي كيف اموت سنو دمانيا على ماذا اموت محاكو دماني
على لا إله إلا الله. موحى كل من يا من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. مزوحا كل من يا شيء آخر. أنا قولي حاسكي عيالكي العقتي دولاركي شيطان كشك ما دمنا. موحى دمنا يا أنا قول زينة فرديا. مسألون مساجد كفرنا دمنا. هل كوي قوي من يا جريدو إلا موحى كوي من يا صدو دون موت المفاجأة بضت إمك جريدة إسكي من يسوم. بابور وضي. وعنك رواية قريب وجهة ودنتي وجيفي توسي باليري توسي واي وحوية وشيكيني ها أفوك على قاضي وعليك رواية أنا كنا مقعبانو بحنا حدد باقر حي وأنها استاقي سكتة قلبية بكليها بختية كنسر باكو دعي أسمع نسميها نحن علمي قلنا ما قرن كرو لأنه ومسألة الروح روح ذروا من أمري ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم أنا روح لصاري شقوا وضع موتك ملك ملك أخي وحال ربا إنا إخلاصك إلى لنا لبو إنا النبي كدينا صلى الله عليه وسلم لبدا ملك أنه الله وان بدبادينا وأحسن عمل واكاوية كيف كان يصلي سو نبي أتوكني سو أصومي سو حشك أتقي سو أقدني مناسكتا سو ديبو النبي صلى الله عليه وسلم حتى أسيحني هردو سو أتوسي سو مسكيتك أقلي سو أغبحي سو أولبسني محوق بني مركو عدق سو عديني كل حياتنا نبي محور رميسنا وان بارنا وان رمينا عبادة ديسي كل ذلك إخلاص واتباع إن تطيعوه تهتدوا وأنا هديس بينا إلهي وحو لي سدى أنا عيالي قف أني أمرك رمجر لا معقب لحكم الله وهو العزيز الغفور إخواني قرآن كاس كتاب كا وحال ربائنا تأملنا ولن ولن نلوشينا لن كتاب كإنا إلاوين هدام بابور وضنو سارنو دقيسنو هدام قريق جوغنو دقيسنو برانو تفسير تيسا علماء كدقيسا نو هدان ميل كستو جونا نرتبط بها الوحي إنا وحي كو حنانو نلوشين ويسو بران سامركا وصلوا وسلموا على النبي الأكرم إمام أهل الهدى محمد بن عبد الله فقد أمرنا بذلك الله جل وعلا في كتابه العزيز فقال إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم ارضى عن سادتنا الخلفاء الراشدين الهادين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن سادة الباقي من عشرة المشرة من الجنة وارض اللهم عن آل محمد أجمعين وأصحاب محمد أجمعين وأتباع أصحاب محمد أجمعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم يبعثون اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين الإسلام اللهم انصر من نصر دين الإسلام اللهم انصر من نصر دين الإسلام واخذل من خذل دين الإسلام يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ولسانا صادقا